السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل كيو ار كود فالموقع ده سهل جدا ومجاني، مجرد ان انت تختار انت عايز تعمل ايه. يعني انت عندك مثلا موقع ولا تكست، عايز لما تعمل مسح يطلع لك كلام معين او ايميل او فون او اس ام اس، يعني ممكن تطبع على الكارت بحيث اي حد معاه كارت يعمل سكان يدخل على الموقع بتاعك او يبعت لك رسالة او يبقى فيه كل المعلومات بتاعتك في كارد بالشكل دوت، او ممكن تخليه مثلا مي كارد او لوكيشن. تمام، اول ما يعمل سكان يعرف انت موجود في انهي حته، او الفيسبوك مثلا بتاعك او التويتر اليوتيوب الواي فاي. يبقى اول ما يعمل سكان هيخش كده على الواي فاي بتاعك على طول، معاه في الباسورد وفي كل حاجه، في ايفنت معين، حاجات كتير جدا تقدر انت تعملها بسهوله، مجرد ان انت تكتب له اللينك. يعني ممكن اخد مثلا لينك زي كده واقول له اللينك بتاعه اهوت. تمام، ولو انت عايز تغير الكالر غير الكالر براحتك، عايز تحط لوجو في وسط الصورة مفيش مشكلة خالص، وفي الاخر هتقول له كرييت كيو ار كود، يبدأ يعمل لك كيو ار كود خاص بيك.